النهارده ان شاء الله يا جماعه هنتكلم مع بعض اول فيديو تعليمي لينا بالنسبه لشغل الديبسمبر. النهارده هنعمل تجزئه الديبسمبر سقف مش خرسانه عباره عن سندوتش بانل. هو اصلا كان راكب فيه فورسيلينج واحنا شلنا الفورسيلينج وبنركب الديبسمبر. ان شاء الله نتفرج على الخطوات مع بعض واحده واحده. اول حاجه طبعا بالنسبه لنا بتحسب معانا المسافه هي المكيف. المكيف ده بنظبط عليه المسافه بتاعتنا بالظبط لان لازم الجبس برضه يكون فوق المكيف. تمام؟ فانت مع بعض خطوه بخطوه ونتابع مع بعض ان شاء الله. تمام؟ هنا طبعا ده المقاس الاولاني بتاعنا بتشوف مقاس المكيف ارتفاع بتاعه كام؟ ارتفاع طويل مثلا 3 او 4 سم. بحيث مسافه الزاويه ومسافه الجبس. نعمل المسافة كله ان شاء الله نرجع مع بعض تاني. دلوقتي يا جماعه نبدا نحط تركيب الزوايا. هنركب الزوايا معلش استعملنا شويه ونرجع لكم بعد ما نخلص ان شاء الله. طبعا يا جماعه لما احنا كنا بنعلي العلامه بتاع الزاويه قلنا في علامه فوق 18 سم وقلنا نشوف فائده العلامه دي بعدها. العلامه 18 سم ده هو اللي هيحدد معانا المسافة بتاعة السبورت اللي هينزل من السقف. طبعا السبورت بتاعنا أو السيف هيركب زي كده. ده السيف أو بيسموه سي شانل أو تمام. ده بيركب بينزل من الحديد يعني المربع الحديد ده. يعني طبعا ما ينفعش يركب في أي حاجة تانية. الحديد ده هو أكتر حاجة موجودة في المكان. تمام؟ فاحنا فهنا المسافة بتاعة الخط ده هو ده السقف اللي هيكون فوق. ده المدور هيكون فيه سبوت لايف وهيكون فيه بيت النور. تمام؟ فاحنا مع بعض كده شفنا المقاس طلع المقاس معانا مثلا 33 سم. احنا بنعمل 34 سم. والزياده بنقصها من بعدين من تحت مش مشكله. وبنركبه شكل المسمار الابيض ده شكل المسمار. طبعا في ناس بتستغرب المسمار ده ازاي يتحمل الوزن. المسمار ده قوي جدا. ده مسمار حديد يعني ده المفروض ان هو بيربط الحديد في الحديد زي ما انتم شايفين كده من غير ما يفتح له اي حاجه. نخلص الثاني نخلص كل السبورت ونرجع مع بعض خطوه جديده ان شاء الله. شكرا. بعد كده وصلنا ركبنا السير اللي بعد ده طبعا السبورت اللي من فوق. ركبنا بعد السير اللي بعد ده علشان نركب فيه الفرن شانل او الرام الجاية دي. تمام. بعد ما نركب كله ان شاء الله يبقى كده نوصل لمرحلة البرد. ده بالنسبة للسقف اللي فوق. طبعا في ناس مش واخدة بالها من اللي انا بتكلم فيه وناس طبعا فاهمة الشغل ده كله بس احنا ايه يعني هنوصل المعلومه واحده واحده براحه خالص يعني. هيكون الموضوع سهل جدا بالنسبه لاي حد يشتغل فيه بعد كده. خلصنا المرحله دي ان شاء الله نشوف في مرحله الدور عشان نصور لكم معانا ان شاء الله. تابعونا. فيديو
لفوق لسه بقى بقيت انزل تاني تحت سقف تعمل تحت هيكون في سبوت لايت و ليتل نور ده وان ده الوان بتاع الديوبلاك او بيت النور يعني فانت دلوقتي تاني هيكون بتاع الاستوبلاك يعني مع الشغل اللي بان يعني بتاع السقف اللي فوق وان شاء الله في المرحله اللي جايه اللي هي بتاعت السقف اللي تحت نصور لكم تاني.